أمسية طيبة لجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. اضطراب جوي سيلتحق بداية من أمسية اليوم إن شاء الله الوجهة الوسطى وكذلك الغربية، سيزداد نشاط خلال الليل إن شاء الله. إذا أمطار بشكل زخات رعدية ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية الوسطى والغربية، ستزداد غزارة خلال يوم الغد مرفوقة بحبات من البرد وتكون تحت توقع رعود إن شاء الله. كذلك تساقط للثلوج بداية من ليلة اليوم إن شاء الله الوجهة الغربية لتلتحق بالمرتفعات الداخلية الوسطى التي فوق علوها الألف متر. الأمطار ستلتحق على الوجهة الشرقية تحت توقع رعود لتزداد غزارة خلال الليل، بينما هبوب رياح قوية على الوجهة الغربية وكذلك الوسطى على السواحل وحتى على المرتفعات. أجواء مغشاة على شمال الصحراء مع زوابع رمية ستنشط على كل هذه المناطق حتى على أقصى الجنوب. خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر درجة الصفر على البيض، كذلك نعامة، الجلفة كذلك درجتين على تيارت، نفس المقياس على باتنا، 7 درجات على العاصمة، 8 درجات على ولاية غردية وبشار، 15 درجة على الصحراء الوسطى، 18 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد مع تسرب الهواء البارد درجة الحرارة الدنيا ستعرف تراجع، ننتظر بحول الله 6 درجات مع تساقط الثلوج على القمم الجبلية الغربية، ننتظر 8 درجات على الجلفة، 10 درجات على التيارت، كذلك الصطيف، 14 درجة على السواحل وكذلك المناطق الداخلية الوسطى على كل من العاصمة بومردا ستيبازا البليدة تيزي وزو البويرة، 16 درجة على ولاية غردية، 19 درجة على بسكرة، ترتفع لغاية 36 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيبقى مضطرب على كافة السواحل كثير الاضطراب شرقا حتى الرياح ستشتد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 6:40. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.